غلطانين. لا ليش ليش؟ كملوا زيادة. ليش؟ حق مو حقه؟ إيه طبعا طبعا. كملوا كملوا عيدوها. امتى أنا أشوفك زينها؟ إيه؟ ان شاء الله استمتعتوا ويانا اليوم بالحلقه وهذه نهايتها. بسكرها بويها ما قادر. لا تخلينا نطلبها مره ثانيه. مساكم الله بالخير وحياكم الله متابعين ليالي الكويت. اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. طبعا هاشتاج ليالي اندرسكور الكويت راح يكون شغال طول الوقت. اليوم راح يكون معانا دكتور عبد المحسن الصحاف. عبد المحسن الصحاف الدكتور هذا معروف في التدخل العلاجي في العمليات العظام وكل شيء بهذا المحور. فراح يكون معنا الفقرة اللي بعد شوي راح تكون. اللي عنده أسئلة يحطها لنا بتويتر، يحط على الهاشتاج هاشتاج ليالي أندرسكول كويت علشان نكون جاهزين حق استقباله بأسئلتكم. كابتن مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. حياك الله. طيب إن شاء الله في ليلة من ليالي الكويت الحلوة في أحلى برنامج ليالي الكويت. ليش معنا اليوم حلوة الليلة؟ مو موجود صاحب ده إلا أخ فوزي. تفضل أخوي طلال. عندي سؤال. تفضل. الأخ ليش غايب اليوم؟ ما عنده دشداشة. واحدة. هي عنده واحدة والظاهر يأجرها، والعلم عند الله على حسب ما وصلني يعني. أي. الأخبار وصلتنا يأجرها. أي. بس الدوب اللي يأجر منه مسكر اليوم. زين أخ فوزي. تفضل أخوي طلال. ليش ما يفصل دشداشتين ثلاث أربع خمس؟ عملي هو فالدشداشة تعدته عن ليش الفسق ها؟ اي فالفسق مشيته و... لا انا شوف انا الحين وصلنا لمرحله كل ما نسوي شيء اقول حق سعود الرمحي تعال قاعد يمي هني حط لك كرسي وقاعد يمنا خلينا نشوف يقلدوننا الباجين. اي اي هولنا بعد شو نسوي؟ شو نسوي يا اخوي؟ شو نسوي؟ والله ايش يقول؟ ايش يقول؟ ما اخذ الميكروفون واحطه هني عشان يسمع انه هو اللي قاعد يقول مو احنا. يقول عقال ما عنده، ياخذ من مدير الاستديو. منو ما عنده عقال؟ صاحبك هناك. تقصد خالد؟ اي والله مديم لا 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 انا لا بالعكس يا اخونا خالد حبيب وصدق انه ما عنده عقال. صدق انه يبي له تفصال. التلفزيون قاعد يتابع، اول واحد بطل الكويت هو الحين. والله هو يتابعك وين ما تروح انت للامانه. انا ما بيتابع. لا 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 للامانه يعني انت عنده يعني شيء مميز فبالتالي يتابع كل كلمه تقولها. قال لي ترى مدير اذا قعدت معاه قال انا هالشخص هذا استفدت منه وايد. لا خل زهره يتابعوني زهره بس كافي هناك دوار على طول 360 بس خلني بس كافي. اي والله. السوشيال ميديا لها تأثيرات إيجابية وسلبية على اقتصاد الدول، تمتلك تأثير قوي على سلوك المستهلكين، هذا يؤثر في تطور النمو الاقتصادي واستقراره، ممكن يؤثر بشكل سلبي لأنه سريع الانتشار. السوشيال ميديا طبعا يحتاج إلى تنظيم لأنه راح يساعد على النمو الاقتصادي، خاصة أن التواصل الاجتماعي عبارة عن وسيلة من الوسائل المؤثرة على المجتمعات وعلى الأفراد. يعني ممكن إعلان واحد يخلي معدل البيع يرتفع، ممكن إشاعة تخلي شركات تخسر، وهذا الشيء جدا التجارة زارت فأكثر شيء احنا شفناه تأثيره كان قوي وقت كورونا صح، بس ارتفع مرة ثانية ونزل بسبب ان الناس بدت شوية تدقق في انا اسمع كلام منه ومنو المصدر وليش شوي شوي بدأوا يستوعبون. لازم عرف شلون لازم. فالسوشيال ميديا له تأثير قوي وسريع، أهم شيء نحاول أن يكون استخدامنا له بطريقة إيجابية عشان ما ينعكس علينا سلبيا. وخلونا نشوف فقرة تأثير السوشيال ميديا على اقتصاد الدول، نرجع لكم نكمل وياكم.
اليوم في ليالي الكويت. الدكتور عبد المحسن الصحاف، استشاري الأشعة التداخلية لعلاج الألم. جاسم المضف، سيد محمود الزلزلة، عبد الرحمن الشويع. منو فينا ما يستخدم تليفونه؟ صار التليفون جزء كبير من حياتنا ونستخدمه أغلب الوقت، وقمنا نعرف كل شيء نبيه خلال لحظة واحدة بس. تتسوق، تشتري ماكلة، تأثث بيتك بعالم افتراضي، وتسافر من ديرة لديرة، وغيرها من أشياء وايدة، وكل هذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. تهجون هذا الشيء يأثر على اقتصاد الدول الغربية؟ والله السوشيال ميديا يلعب دور كبير بالاقتصاد، بالمجتمع، بكل مكان. لا بس السوشيال ميديا مثلا نقول ما نزل في شيء او ابتعدت عنه كمجال في مجال البزنس يوقف الشغل، طبيعي راح يخسرون وايد. في ناس يعني بطلت مشاريع والله رزقهم. عرفنا على دول واماكن ما كنا نفكر نزورها، ومو بس كذي، اثرت وايد على الاشخاص وخلت الاغلب يتنافس على اكتشاف اماكن واشياء جديده، وزاد إقبال الناس عليها مثل اللي شفناه بهذا الصيف. اليونان، اليابان، روسيا، تركيا، جزر المالديف، وهولندا، وغيرها من دول. من خلال السوشيال ميديا بدت الناس تفتح مشاريع خاصة، وهذا لها أثر كبير على الشخص والدولة، خصوصاً أن الناس الحين غالباً تستخدم التسوق الإلكتروني من خلال التليفون. الناس واصحاب المشاريع الصغيره قالوا انهم بالنسبه للسوشيال ميديا فعلا هو لعب دور كبير بالبزنس. فتحوا ما شاء الله تبارك الله محلات، مو بس محل، لا محلات واجد، لان رزقتي بالبزنس اعتمد على السوشيال ميديا. يعني فتحت اكثر من شركه كلها من وراء السوشيال ميديا. وايد ناس اشتغلوا ببيوتهم، وايد ناس كان عندها تجاره لكن ما كان عندها امكانيه تفتح. فبات اذا انا قاعد من النوم وماكو شيء اسمه سوشيال ميديا. بلا سوشيال ميديا بلا وايد لويا صارت سالفة السوشيال ميديا يعني. بس كانت فترة مؤقتة، في ناس استفادوا وفي ناس خسروا. لو انتهى عالم السوشيال ميديا أنا من ناحيتي عادي راح انتهي. بس ترى بالنهاية كانت التجارة يعني شبه وهم يعني. يعني مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في اقتصاد الدول والأفراد، وبيدك وبلحظة واحدة تنشر الفايدة أو تهدم اقتصاد. لكسب مهارات جديدة بالعمل اللي تفيدهم لمستقبلهم ضمن فرص متنوعة في مختلف المجالات العملية. بنتكلم عن تجربتهم في التوظيف في الصيف والمهارات اللي اكتسبوها مع جاسم المضف وسيد محمود الزلزلة وعبد الرحمن الشويع الحين في ليالي الكويت. مساكم الله بالخير وحياكم الله في ليالي الكويت. طافكم ترى ها، خاب تشوفون الفيديو لان ام محمود قاعده تصور فيديو، فاحنا قاعد نقول لهم يلا جاهزين هوا هوا اخترعهم كلهم. هلا عيال شلونكم؟ عساكم بخير. عبد الرحمن شلونك؟ خير طول عمرك. سيد محمود شلونك؟ اخبارك طيب؟ جاسم الحمد لله بخير. جاسم هذا انت غير اللي شفناه برا، قطر وعقال لابس الحين ها؟ متنكر. هاو ليدي؟ متنكر. ها الله يحفظك ان شاء الله. شلونكم طيبين ان شاء الله؟ الحمد لله بخير حياكم الله. الحين بعرف انا عبد الرحمن وين تشتغل الحين؟ أنا بمركز شباب الداعية. شو تسوي؟ أنا مشترك بالفرص الوظيفية اللي مقدمتها الهيئة العامة للشباب. إيه؟ بحيث إن إحنا نجاب الأطفال وذوي الهمم. كفو عليك والله. كفو. شو تسوي معهم؟ شو تسوي معهم؟ خاصة الأطفال مثلاً أو حتى ذوي الهمم. الأطفال هم عندنا إحنا بالمركز فيهم فئتين من العمر. حلو، في العمر الصغار في عمر الكبار اللي هم من 6 سنين ل 12 سنة. تمام. احنا كدورنا كشباب
احنا بالمركز هم عندهم كلاسات. تمام. حلو. في الكلاس اللي هو مثال عن القرآن، القرآن والقصص، والكلاسات العلمية، الرسم، الرسم او التجارب. نعم. احنا كدورنا كشباب يعني شو اسمه بالمركز، نحن مثال نص ساعة باليوم ان احنا نلعب للشباب الصغار، نلعبهم مثال نلعبهم شو اسمه كرة قدم، ولا لعبهم ألعاب داخل المركز كسر روتين، يعني كسر تكسر الروتين عليك نور. نعم. وأكثر من مرة يعني هم عندنا مثال باتشر راح نسوي لهم سينما. تمام. يعني عندنا بالمركز بين كل أربعة تقريبا راح نسوي لهم فعالية. حلو. ونهاية النادي راح يكون في الووتر داي حق الأطفال. حلو. حلو. تمام. عافية. تمام. عافية. تمام. تمام. سيد محمود شلونك؟ الحمد لله. أخبارك؟ تمام. دريت انك تلساوي. دريت تلساوي. اي شجع تشيلسي. لا اي والله انا متى من زمان تشجع؟ اي والله من كنت صغير يعني. ايه ابوي يشجع بعدين لازم. انزين ابوك يشجع تشيلسي، انت شعلك شاق ليش تشجع تشيلسي؟ بعد لازم علمني من كنت صغير ما راح اغير. هل كنت تشجع النادي العربي؟ اشجع العربي والكويت بس تشيلسي برا. انت الحين باي جريد؟ انا تخرجت والله. تخرجت ما شاء الله. تخرجت. هو ايش راح تدرس الحين؟ الحين والله لازم انطر سنه لان انا ادرس انجليزيه. صح. فخرجوني بسرعه، عمري الحين 16 سنه. اي صح. لازم اقعد سنه ادرس فيها كم ماده، مادتين، بعدين السنه الجايه اطلع. شنو خاطرك انت تبي تدرس؟ والله للحين يا هندسه. هندسه. يمكن طب، بس للحين مو متاكد. الهندسه تطلع على الوالده يعني نفس الوالده مهندسه. للحين ما طلعت درجتي والله ما ادري. لا. الله يوفقك ان شاء الله. حبيبي، وين تشتغل الحين انت؟ بالجمعيه الشعب. شو تسوي؟ لما بديت اشتغلت بالمشاريع الصغيرة. عافية. فاني بمشاريع صغيرة بالجمعية أو حتى محلات كبيرة عشان نسهل على سكان الشعب. حلو. بعدين عقب أسبوعين خلص شغلي فنزلت تحت بالجمعية عند المكسرات وأبدي أبيع حق سكان الشعب. يجيب لنا باكر كيلو وين كازو حق يانو كابتن فوزي. ابي فستق. انا ابي فستق. احب الفستق ترى. مو تقول ما قلنا لك. عشان نصيدك نبي تمرنا بعد المحطه نسولف وياك. جاسم شلونك وليدي؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك طيب؟ متضايق من القطره والعقال؟ لا لا مرتاح. سهالات ها؟ والله مرتاح. اي اوكي. ربعك اللي برا شو اسمهم؟ لازم نقول اسمهم مساكين. يوسف دشتي ويوسف العصفور. ها؟ يوسف دشتي؟ اي يوسف العصفور. هذا اللي قالوا انه ما يداوم. اي قالوا ما يداوم. قالوا ما يداوم. قالوا هم اللي قالوا. جاسم وين تداوم اخوي؟ انا اداوم بالفيحة، مركز شباب الفيحة. شو تسوي؟ اساعد المدربين. اي اساعد الطلبه اللي غزي المشاركين. اي اللي مثلا بالسباحه او بالكره. اشارك باداره. اساعد المدير او الموظفين اللي من هناك اساعدهم. عافيه. بالتسجيل وما هذيل. من اي ساعه لاي ساعه تداوم؟ اداوم من الساعه 5 لاي الساعه 9 بالليل. وسيد محمود اي ساعه لي ساعة؟ انا من 10 لثنتين. من 10 لثنتين. ترى على فكره يا جماعه كانت مقابلتهم اخر شيء بس علشان مساكين نبي نخليهم يروحون ينامون مبكر عشان حق الدوام قلنا نجيبهم اول شيء. شلون قدرتوا تروحون؟ من اللي قال لكم روحوا؟ في جهه معينه ولا انا عادي نسولف اي واحد يبي يسولف. انا بالبيت قاعد بالبيت ما عندي شيء عشان اشوف انستغرام مركز الشباب الفيحة منزلين يبون طلبه. تمام. يبون يتطوعون يوظفونهم وبس. سجلت ودقوا علي بعد يومين قالوا لي ترى انت انقبلت. وانت؟ انا هم تو كنت بادي اجازتي. هي. شفت الاعلان بانستغرام فانا كنت ابي، بعدين سالت اهلي سالت امي. بعدين قالت لي روح وكذي قدمت وخذوني دقوا علي. دير بالك عليها شوفها مسكينه جايه معاك وقاعده هناك تطالعك بالاستديو، مو تنسى باكر امك دير بالك لما تكبر دير بالك تذكر هاليوم ها؟ عبد الرحمن شلون عرفت؟ نفسي اساسا انا كنت داش ادوره الهيئه العامه للشباب. أي. نفس المركز مركز الدعيه. فمن بعدها انا قمت اتابع اخبار الهيئه. أي. فشفت انهم فاتحين مثال المجالات الصيفيه الجديده. أي. ومن ضمنهم كان الفرص الوظيفيه. بعد الدراسه وانتم ما شاء الله صغار توكم لحد الان بس الانضباط هذا يعني الشغل يبين انضباط وظيفي ها؟ شلون تعلمتوه هذا؟ هو صحيح هو لازم ان الواحد يكون عنده انضباط قبل الوظيفة. يعني احنا مثال لما ندش اول ما نداوم لازم نوقع حضور ونوقع انصراف ولازم نجي بالوقت، لازم ما نتاخر ولازم ما نغيب. فشيء حلو ان انت من وانت صغير تتعلم على المسؤوليه، تعلم ان انت مثال تكون مجابل شغلك صح. عافيه. بحيث انت لقدام مثال قبلت باي مكان توظف فيه انت ماشي شغلك صح. صح. عارف شلون انت تكون مسؤول حق الوظيفه. صح.
عرفت شلون؟ انت الحين تخرجت خلاص من الثانويه، نعم. وين مقدم؟ وين تبي تدرس؟ انا الحين قدمت على معهد الاتصالات والملاحه وقدمت على المطافي. كفو عليك. كفوك. سيد محمود قول لي عن الانضباط الوظيفي، تعلمت شلون؟ يعني الحين انت وعد شباب، ها ماكو شيء يقدر، حتى لو امك وابوك يقول لك تعال الوقت بهالوقت البيت يمكن التاخر ولا مع الربع، بس الحين هذا شغل، فشلون ضبط نفسك؟ ضبط نفسك احنا بعد نفسه، لما نداوم لازم نبصم، لما نطلع لازم نبصم، واذا تاخرت شوي هم لازم تقعد اربع ساعات، احنا لازم نقعد اربع ساعات، اذا داومت 10 دقيقتين تطلع 2 دقيقتين تاخر. ويعني خذيت خبره، وهذا الشيء يعني راح احتاجه بالمستقبل لما اتوظف ان شاء الله. وانت جاسم نفس الشيء، نفس كلام اخوي، من الساعه 5 ليش انا العكس بالليل، هنا شمس في كره وسباحه. شنو سالفه الشمس؟ لا لا قصدي بالنهار يعني من 5 العصر الساعه 9 بالليل. اي زين، ف مو الصبح. أي. لا يعني بس ما عندكم انشطه صباحيه؟ ما لا ما عندنا، ما في انشطه صباحيه. هو قال لهم كنسلوها عشان هو يمكن هو حسيتوا بتغير بشخصيتكم يعني بعد كنتوا وصرتوا الحين عقب الفتره هذه اللي اشتغلتوا فيها، الفتره هذه وان كانت بسيطه، لكن هل حسيتوا في تغير بشخصياتكم؟ نسولف اي واحد بيسولف عادي يعني. انا والله وايد تغيرت من اشياء، تعلمت وش المسؤوليه، تعلمت المسؤوليه وتعرف شلون اتعامل مع الناس، تمام، وتعلمت شلون اقدر اتعامل مع جميع انواع الناس، العصبي مختلف مختلف جميع الناس. لما قال عصبي تذكر ابوه على السالفه قال طبعا شلون يضحك يا جماعه، ترى احنا ندري السر، احنا نعرف السر بس ما راح نقوله. ترى من ابوك عشان الناس تعرف من ابوك؟ خالد المضاف. خالد المضاف الرامي، خالد المضاف. اسال الله يحفظك. علمني عن شو اسمه المسؤوليه والاحساس بالمسؤوليه في الوظيفه. احنا بعد لما كنا نبيع مكسرات اكو ناس يعني يعصبون علينا. ليش؟ يعني يبون نخلص بسرعه. أي. احنا اول شيء كنا مبتدئين، فمرات نطول. اي مرات نحط ستيكر ما نعرف شلون نطلعه وكذي، فمرات كانوا يعصبون علينا ان يلا خلص بسرعه. حمقيين الناس، ها؟ أي. بس زين تعلمت التعامل وياهم. اي فالحين عرفنا شلون نتعامل معاهم، بعدين مع الوقت تعلمنا وصرنا اسرع. اي هذا الشغل وليدي، ها؟ لما تشتغل مرات ما تدري منو يجيك، منو يواجهك. انت تعلمت حياتك كل شيء موجود لقمه لي عندك، الحين لا قمت تشوف العالم اللي احنا نعيشه طول هالسنين. وعبد الرحمن انا نفسي صراحه يعني ما حسيت انه في تغيير بالشخصيه. اي بس لكن حبيت الاهال اكثر عن نفسي. انا لان من وانا صغير صراحه وانا احب الاهال وليه اليوم، بس زاد حبي زياده، عرفت مثال شلون اتعامل معاهم، اذا شفت ياهل قاعد يسوي شيء ما اعرف شلون اوقفه، شلون اتعامل معاه، شلون اسايسه. فهالشيء هذا اللي هو الصراحه اللي حسيت انه فرق، ان انا قدرت ان انا شلون اعامل ياهل، الطريقه عندي زادت المهارات. سيد ما صار لك موقف محرج بالجمعيه؟ يعني حتى لو سواء كان موقف طريف او موقف محرج مع مشتري او مع زبون. اي مره عند المكسرات قال لنا يبي كنا ربع كيلو، بالغلط واحد من اللي معانا طبع له نص، فرحت انا اعطيه كان يشوفه ولا يشوف السعر شوي غالي، كان يشوفه احنا صدق غلطانين، فرحنا نطبع الستيكر مره ثانيه. ستيكر ثاني. تاكلون مكسرات وانتم تبيعون ولا؟ يعني مرات يزرقون واحدة جي. مرات يزرقون بس لا. كازوة على على بس أغلب على بيذانة. يمر على المنيو زيتونة جبنة خبز يشيكون عليهم يمكن يطالعون يشوفون مرات لا. بس مو أغلب المرات لا. شنو الرسالة اللي تحبون توجهونها حق الشباب اللي طافتهم فرصة هذه اللي أنتوا مريتوا فيها؟ جاسم السنة هي لازم يجربون شيء جديد، بدل ما كل مرة يقعدون بالبيت يطلعون يغيرون جو، بدل ما كله بالبيت يروحون يشغلون، من يتعلمون خبرة حق المستقبل. سيد أنا بعد قبل شهر ما توقعت إني راح أكون قدام الحين كاميرات قدامكم، فأحس إنه لازم يغيرون، يعني يغيرون اللايف ستايل مالهم مال كل يوم. صح. عبد الرحمن الرسالة اللي ودي أوجهها صراحة حق الشباب، الحين إحنا بالصيف وأغلب الناس مسافرة وأغلب الناس هنا قاعدة بالكويت، فبدال ما أنت قاعد ما عندك شغل واشتغل على نفسك، جرب المجال الوظيفي
شوف انت اذا انت قادر ان انت تكون قد مسؤوليه الوظيفه ولا لا. كف. هالشيء وايد حلو راح يفرق معك يعني حتى على قولتهم النومه. عرفت؟ هذا اهم شيء. هذا اهم شيء والله جد يعني الواحد ساعات يعني حتى النومه يعني تفرق معاه، النومه يصير عدل، حتى اكله، اكله يتعدل. صحيح. فشيء جميل الصراحه ان الواحد انا اقول عبد الرحمن يصير مذيع، ايش رايك؟ والله انا اشوفه مذيع مال اخبار يعني. اول ما دش على بالي لو مال الدبابات مال والله اعازات عنده يعني صوت ما شاء الله. خصوصا تعال ليش لما دشيت انا سلمت عليه قلت الله بالخير ورحت لبسته. اقول لك تالي تحت الهواء لوني حن. اللون مو بس اللون حن، مو بس اللون حن، عارف هلا انا ذيل ايش فيك انت؟ عسى الله يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله وديروا بالكم على اهلكم زين، هم اللي وصلوكم الى المرحله هذه. ها عرفت شلون؟ تذكروا ان الاهل هم اسباب كثيره منها ان انت وصلتوا لمرحله تحسون بالمسؤوليه اللي هم قاعد يشيلونها عنكم كل يوم. فبالتالي انتم الحين عندكم 1% من المسؤوليه توكم بعدين تحسون فيها شوي شوي، ان شاء الله تكبرون وتصيرون ابهات ان شاء الله يا رب. ها ان شاء الله. انت دير بالك من ربعك ايه ان شاء الله. ايه ها وديروا بالكم على الكويت. ايه اهم شيء ديروا بالكم على الكويت، هذا اهم شيء. عسى الله يوفقكم ان شاء الله. خلكم معنا في ليالي الكويت دكتور عبد المحسن الصحاف جايكم الحين راح نتناقش في امور كثيره وعمليات تداخليه، خلكم ويانا. أبدع بالمجال الفني عشان يكون بين ألمع النجوم الشباب على الساحة الغنائية. أبشر من عيوني ثنتين مثلك تلمع مطالبة. صاحب إحساس غنائي من نسمع صوته ننطرب معاه. يفوق الوصف شوقي لك يفوق الوصف. فنان كون لقاعدة جماهيرية مع بداية مشواره. راح يكون معانا في ليلة غنائية نسمع فيها بصوته مجموعة من الأغاني. الفنان خالد رويشد الخميس في ليالي الكويت. صار في شيء تعور طاح مريض تسوي له اكثر من ناصر. الصبح ما رايح المدرسه بقعد مثل ناصر. ايقونه وحاله فنيه خاصه. انا سالتك في البدايه اذا انت تقدر تساعدها ولا لا. فنانه صنعت لنفسها بصمه ما ننساها. انا ادش العمليات وادري بسوي عمليه ثانيه. التجميل فوق التجميل. قدرت انها تدخل قلوب المشاهدين فتربعت فيه. بيجمعنا معاها لقاء غير اعتيادي وحوار مختلف. النجمة سحر حسين غدا في ليالي الكويت. مع مراحل التطور اللي يشهد العالم في مجال الطب في جميع المجالات الطبية والتقدم فيها، راح نتكلم عن التدخل الإشعاعي لضمان الدقة في تشخيص المرضى، عن أهم المشاكل اللي ممكن نستفيد من هذا التخصص، والأعراض الغير شائعة في آلام العمود الفقري، وتفاصيل أكثر مع الدكتور عبد المحسن الصحاف استشاري الأشعة التداخلية لعلاج الألم الحين في ليالي الكويت.
زين على الاقل مره خلي يعزفون ون واي تيكت حقنا يا شيخ. موني ام على الاقل كابتن ما تعرف لهم انت يا اخي ما تعرف لهم. زين ما تعرف اللي تشوفه اللي تشوفه لقائنا طبعا وصلنا الى مرحله ترى من العمر كل الدكاتره اللي نجيهم اول شيء احنا زباينهم بعدين نجيبهم. زين اليوم دكتور عبد المحسن الصحاب واحمد ما شاء الله عليه يعني راح يتكلم عن التطور الطبي اللي مر بسرعه كبيره وهذا الشيء ساهم في تطور التشخيص وصار دقيق بشكل كبير. بالبدايه اول شيء نبي نعرف المشاهدين على تخصص الاشعه التداخليه. اول شيء نسلم عليك مساك الله بخير ابو احمد شلونك؟ مساك الله بالنور يا اخي. يا جماعه والله الريال هذا صديق عزيز على القلب. اقول لكم قصتي معاه بعد شوي بس الحين اول شيء يعني خلينا نعرفهم على القصه على التداخليه. اول شيء مساك الله بالخير دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا اشكر ابو مشاري اللي على ما قال خلانا نلتقي فيك عشان باكر يراجعك. لا ان شاء الله لا ان شاء الله لا اخوي انا اثنين ما احب اراجعهم اصير في شيء اثنين ما احب اراجعهم بس احنا اوتار وعظم وحالتنا حاله هني ماكو عود قديم. شنو طبعا اول شيء مسي بالخير عليكم وعلى الساده المشاهدين. الله يمسيك. التخصص هذا يسمونه الاشعه التداخليه لعلاج الالام بالتدخل الجراحي البسيط. طبعا زمان كان في عمليات التدخل الكامل او العلاج الطبيعي أو العلاج الدوائي يسمونه التحفظي. في منطقة يسمونها جراي زون اللي هي بين لا يحتاج عملية أو ما يقدر يسوي عملية ومو قاعد يتحسن بالأدوية وأيضا بالعلاج الطبيعي. نعم. وهذه شريحة كبيرة قد تصل حاليا إلى نسبة 30% من الناس اللي عندهم آلام ظهر ومفاصل. عد يعني طبعا إذا تاخذ نسبة هي عدد كبير من الناس. طبعا فئات عمرية كبيرة. فالتخصص هذا من تخصصات الدقيقة الحديثة في الأوان الأخيرة اللي حدث فيها تطور كبير أو طفرة كبيرة في وجود تقنيات جديدة. نعم. أدوات جديدة ساهمت في علاج المرضى. طبعا الفكرة ببساطة أن يتم التدخل هذا بدون جرح. المريض قاعد بند موضع يعني وانت قاعد تسولف معي أشيل الديسك مالك ونسوي قسطرة حق رقبتك وإحنا قاعد نسولف. زين شو تعالج الاشعه التداخليه دكتور؟ مرض معين ولا لا اي امراض طبعا الاشعه التداخليه لها قسمين، قسم الالام وقسم اللي هو الشرايين والشغلات الثانيه لها علاقه، فانا مختص بالالام. والالام هي طبعا هي شغلات كثيره تحت مظله الالام، منها الالام الحاده والمزمنه والالام بعيد الشر السرطانيه والالام الاصابات الرياضيه. فهي مجالها واسع جدا، وطبعا لان التخصص هذا نادر عالميا وخاصه بالكويت. فحاليا انا وزملائي طبعا قاعد نحاول نغطي تخصصات او سب سبيشاليتي يعني تخصصات في التخصصات هذه عشان نغطي شريحه كبيره من المجتمع عشان يستفيد من علاج الالم. نعم. سعود الرمح في عندي صورة مع الدكتور عبد المحسن، إذا بتحطها بسولف عنها. بس يا جماعة لازم تعرفون قصتي وياه. من 2011 تقريبا أنا حاشني ألم، ما تعرفون كثير منكم كانوا يحوشهم الألم، الكتف ما أقدر أرفع كتفي خلاص، ألم جدا كبير يحوش، وهذا يحوش من الوتر، يقولون من شبن الوتر، إيه من شبن. فما قدرت، ففجأة كان يقول لي تعالي مستشفى مبارك. رحت لمستشفى مبارك قال لي ارفع ايدك. والله اسوي كذي يا جماعه. ليش؟ لان احنا تعودنا نشوفه قعداتنا كذي، نتسند نقعد، نومتنا غلط، كل شيء غلط احنا نسوي. فهذا يؤدي الى تصير مشكله في الوتر. فما شاء الله دخلت معاه على طول، دششني العمليات. هذه الصوره اذا قاعد تابع دكتوره ايمان الصالح بعد جزاك الله خير. شوف الصوره اللي تحت هنا يوم كنت تشوفين العمليه وياي معاه في مستشفى السلام. اللي فوق والاخضر مستشفى مبارك. تفرق واحده عن الثانيه كم سنه دكتور؟ واحده 2012 ما اشوف من بعيد. اي كانت واحده يمين واحده 17 و12. اي اول شيء كانت 2012 ما ادري اليمين وبعدين 2017 اليسار. كتفين ناس وايد اشوفهم كله يعني يعانون من هالمشكله هذه اللي انت عالجتها. لكن عالجتها، حطيت السونار، سويت ام ار اي، وقاعد تدخل في الابر وتعالج بدون اي جراحه. شنو هالطريقه هذه؟ طبعا هذا جزء من التخصص اللي قلنا عليه. هو مو اجراء مو وايد صعب، لكن يحتاج ممارسه. طبعا في خلال بدايتي بالتخصص هذا انا حاولت التقي واتعلم من البايونيرز او يعني
الأوائل في كل تخصص في كل شيء، من ضمنها هذا اللي قاعد سويت لك إياه، هو عبارة عن حقن بالسوناغ في أماكن معينة بدقة متناهية، لأن المكان لازم نحقنه يعتبر ملي، والدول لازم يمشي بطريقة معينة وكمية معينة بأسلوب معين زين عشان تعطي نتيجة زينة. يعني أغلب التخصصات حاليا أو الأطباء يحقنون بدون استخدام السوناغ، ومو غلط، لكن أنت تقنية جديدة أي، يعني أنت إذا في مكان ظلمة تفضل أن تمشي شب الليت. لا لا شب الليت صح، ولا إحنا الليت ما لنا شنو السوناغ، فيعطيك نتيجه زينه، وتستخدم كميه كورتيزون او سوائل وايد اقل من اللي استخدمها الثاني. دكتور مؤلمه او خطيره الطريقه هذه؟ عشان انا شفت مساء واحد لابس اخضر، ما ادري من هو سوي كذي اخضر. صورتها فيديو. انت لابس اخضر؟ اقول لك العمليه صورتها فيديو موجوده عندي بانستغرام، طلال ياقوت محطوطه العمليه وانا قاعد اسولف معاه، ماكو الم كابتن كلش والله، مع انه في حقن. في حقن بس هو شوف يعني اول شيء الاطمئنان بينك وبين المريض، هذا يعطي يعني اهم شيء كبير من يعني من الامان والاحساس بالالم. انا شيء لشيء اذكر، انا عندي بعض المرضى عندهم حساسيه من البنج، يعني اذا اخذ اي بنج يطيح غشان. فانا عندي اتذكر مريضين، واحد الم ظهر واحد الم رقبه، وسويت اجراء كله بدون ولا نقطه بنج، وضحك وسوالف. هذا هو الاسلوب اللي تسويه اثناء الاجراء، اثناء الاجراء التداخلي هذا طريقة معينة بأسلوب معين المريض ما يحس. بس دكتور أنت في قزة على بالجلد، يعني على مثل الإبرة الصغيرة. أم تعور؟ لا داخل بعد هذا. في شيء يسمونه تشتيت انتباه. تشتيت انتباه طبعا دكتور وشطارته. إي والله شتت انتباهي. والله هذه مارس معانا الشغلة هذه. الشهادة أبو أحمد شتت انتباهي، بس طافك العملية الثانية. يوم قال لي انسعد على الفراش أبو مشاري مال العمليات. أنا عبالي الفراش عريض، طلع سخيف وكانت كرفس ورا زين، ويعتفسون بالمستشفى منو هاللي طاح. شدد انتباهك هم شتت انتباهك، شتت انتباه المستشفى كله، صار زي من الطيحة مو من بس دكتور قال بومشاري وحافظك تفضلت وذكرت أنه عظام بومشاري قال الظهر، وانت حضرت قلت الرقبة الظهر، هل الأوضاع اللي مثل ما ذكرها بومشاري أوضاعنا في القعدة في النوم لها تأثير في الإصابات هذه؟ قبل لا تجاوب أبي بس الناس إذا كانوا قاعد يتابعونا يا جماعة اللي عنده أسئلة حق دكتور عبد المحسن الصحاف هاشتاغ ليالي أندرسكور الكويت، ليالي أندرسكور الكويت، حطوا السؤال عشان يجاوبكم. تفضل. طبعا الحين لما أتكلم عن الجيل القديم والجيل الحالي الأمور الأمر قديم جاب له دكتور قديم طالع يقول له جينا أنا وياك مشكلة نقعد بعض زين. الحين حاليا الإنسان أو الأطفال يقعدون وايد فترات طويلة بدون ما صحيح. يعني معلومة مهمة حق الناس أن الضغط داخل الديسك يزيد 3 دبلات وأنت قاعد، فأنت لما تقول تقوم وايد تريحه. فالطفل لما يقعد على الايباد ولا هذا فتره طويله هو قاعد يطحن الديسك وهو ما يدري، طبعا سنه عن سنه عن سنه عن سنه يفرق زين، يعني راح يتفاقم الامر. عشان كذي انا حاليا قاعد اشوف صغار سنين بالعياده يجي مع ابوه، وكان الابو يقول لا مو انا ولدي. ليه؟ من بسبب هذا شق من ان واحد من الاسباب يعني. واحد اسباب زين، لكن ايضا في شق ثاني، في بعض الاطفال قاعد يمارسون رياضات قد تكون عنيفة على عمرهم زين. طبعا اليهال لما يكون رياضات فيها نط وحركة سريعة وهذا حلوة بالنسبة حقهم، وأدرينالين يطلع عندهم عالي ويستأنسون فيه مو غلط، بس الطفل جسمه مو مهيئ أنه يشيل شيء ثقيل ويقط وينط وهذا. فأنا عندي إصابات صغار بالسن، يعني نتكلم عن 13-14 سنة ديسك من طالع من فجر يعني زين، على سبب يعني إصابة رياضية في بند كبير او باب كبير اصابات رياضيه. دكتور انت رياضي ومارست بالرياضه والامور هذه، بعض المدربين يعطون الصغار خاصه من ثم تفضل 8 سنوات إلى 10 سنوات يشيلون حديد، هل هذا صحيح؟ لا لا غلط. طبعا غلط، انا ما ايد هالشيء، لان يعني انا حق عيالي ما ارضاها فما ارضاها على الناس، فواقع اشوفها بكثره يعني هذا الشيء قد يحرمه من الرياضه طول عمره او يكره في الرياضه، سواء من جانب الأطفال أو الشباب. حتى أنا عندي مرضى شباب خلاص بطلوا رياضة على سبب خطأ، يعني إجراء تم بالنادي يقول اليوم هتذكر طق ظهري وخلاص دش في معمعة طويلة. الناس تتحسف أن الغلطة هذه إذا طلع الديسك ما راح يرد خلقة الله مثل ما كان، ما في شك صعب
زين ودش دوامه علاجات هذا. فاحنا مبدئيا ليش نحاول نسوي رياضات عنيفه او شديده على عمر على جسمنا؟ فلازم نحاسب الطفل بسنه ايضا يكون سنه صغير، فبالتالي حتى الرياضه اللي نعطيها تكون مناسبه له. وشيء يذكر يعني انا هذه رساله حق وزاره التربيه، يعني من ضمن المنهج مالهم العلوم الحياتيه او شيء ما شابه لازم في تنبيه حق الطلبه ان مثلا المعلومه اللي قلتها هذه ان القعده الطويله مو زينه، فاوتوماتيكيا الطالب يعني حتى حق اهله يقول لا تقعد قوم شويه او حتى قاعد الايباد راح يدري انه في ضرر حق ظهره. ليش ما تصير مثل ورش عمل مثلا في 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 حصه التربيه البدنيه، شلون تشيل شيء ثقيل وهي مو فزعه تشيل شيء انا قاعد كذا وشيك عليه ثقيل ولا مو ثقيل، واذا مو ثقيل تجيب وياك احد، لان هذا ممارسته وهو صغير يعرف لما يكبر على سن المراهقه لما يشيل شيء لا ما اشيل شيء كذي يعني انا لا تعال ثلاثة أربعة وشيل، هي مو قوه ولا هذا جسم ما يتحمل. انا اذكر عقب ما عالجت معك دكتور، طبعا اذكركم دكتور عبد المحسن صحاف موجود ويانا في العائله الكويت، اللي يحب يسأل أي سؤال هاشتاغ ليالي أندرسكور الكويت وسأله في أي شيء يخص العظام ولا الأشعة التداخلية ويقدر يجاوبكم. قلت له أبيك تسبح، أبيك تقوي عضلات الكتف علشان تشيل العظم، شنو أهمية هذه النصيحة حق الناس؟ طبعا شوف السباحة سلاح ذو حدين، مو كل شيء سباحة، السباحة قد تضر آلام الرقبة خاصة لما الإنسان يغوص ويطلع رقبته ليفر، هذا راح يضغط زيادة. فإذا تسبح لازم تكون غايص أو واقف أو على مستوى الجسم ما تنتفع. الكتف أيضا زين حركة أساس أن المادة تتوزع يعني، بس أيضا إذا رفعت الإيد أعلى مستوى الكتف أيضا مضرة، لأن في عظمة وفي نوع ثلاث أنواع منها يعني خلقة الله، في بعض الأنواع خلقة تكون حادة، فانت لما ترفعها مرتين ثلاثه قد تؤدي الى قطع بالوتر. وانا يوني كبار السن والوتر مقطوع من فتره وهو ما يدري شنو علاجه، شو تسوي هنا اذا انقطع الوتر في فتره وجيزه، نشيك على في عندنا بارامترز او مؤشرات، اذا كان العضله اللي مربوطه فيها ضمور خلاص هذه ما ينفع يعيش على مثلا ابر كل فتره عشان الالم، واذا قدر الله اذا صار في خشونه راح تبدل مفصله المفصل كامل طبعا مو هذا عندي يكون عند جراحه كامله. طيب اذا كان الوتر مقطوع ايضا فتره وبعيد عن مكان الانسيرشن او مكان الالتقاء العظم، ايضا لو رده راح ينقطع مره ثانيه. فكل ما تلحق عليه اسرع كل ما يكون، بس هو الالم يعني الالم فظيع، شلون واحد يسكت على قطعه الوتر؟ يعني انا التهاب بالوتر وكنت اي كصارف ساعات من الألم. ساعات الالم الوتر ينقطع ما الانسان ما يحس فيه، يحس بيوم ما يحس فيه ولا يدري. طيب شلون يعرف؟ يوني الفجر عياده عنده الم يوم وليله. اي والقى فيه اسوي سنه القى فيه ماي والوتر مقطوعه وفي خشونه مفصل وما كان يشتكي. فيعني الله يرحم يعني في شغل بعض الناس ما يحسون. في عندي سؤال دكتور قاعد تقول لك ممكن تشرح لنا شلون تعالج الديسك بالاشعه التداخليه؟ هذا سؤال وايد مهم. الديسك ما هو السبب الرئيسي لالام العمود الفقري؟ زين شلون الدليل على ذلك؟ في ساعات المرضى يجوني العياده عنده ثلاث ديسكات ولا اربع ديسكات حلو، وهو الالم قاعد يشتكي منه صار له شهر بس. زين هذه الديسكات هذه كلها مسوي الام، احنا دائما نقول لما يطق بنشر طق بنشر تاير واحد مو اربع تواير. فالدكتور لازم يميز اي واحد فيهم مسوي مشكله. شلون يميز؟ عن طريق فحص المريض، عن طريق الاسئله وهكذا. زين على على والالم المفاجئ هو عاده يكون نتيجه تهيج العصب. اللي حوالين ديسك. انزين العصب يتهيج طريقتين، يا يعني ينضغط عليك وانضغط انزلاق غضروفي حاد، او يكون الماده الهلاميه داخل الديسك تطلع وتهيج مثل كيميكال يعني هيجان فيه. فانت ما تجيس الديسك تعالج العصب فقط لا غير. متى تعالج الديسك؟ لما يكون انزلاق غضروفي شديد ومسكر ادى الى ضعف بالعضلات، خروج الغضروف. اما الم بس لا، هذا ما تجيس الديسك، تحاول تعالج الاعصاب والانسجه والمفاصل حوالينه دون اللجوء، لان شيله الديسك قد تضعف المكان وقد تدش بمعمعه كبيره، قد تدش براغي وقصه ثانيه. فاحنا دائما نقول بالكويتي الهون ابرك ما يكون. الدكتور سولت عن اكثر من شغله تعالجها في الاشعه التداخليه،
هل الوقت واحد مثلا مثل استاذ طلال عالجته خذ 5 دقائق 10 دقائق الديسك الظهر يمكن ياخذ، هل الوقت واحد مو عنك انت؟ يبا قال الدكتور الديسك فيه في الرقبه وسويت مناحه عنده بالمكتب والله العظيم. فهل هل هل هو وقت واحد ولا يختلف حسب الاصابه وحسب مكان؟ لا لا طبعا يختلف الاجراء نفسه طبعا. مده تاخذ يعني تقريبا؟ شوف لاني انا سويت حالات باليوم وصار لي سنين طويله، فيمكن مقارنه باللي توهم بلشين يعني يعني اسهل عندك راح اكون اظلمه. عرفت بالضبط بالضبط. عاده الافرج الاجراء يتم بين 5 دقائق و20 دقيقه. زين نتكلم قسطره عمود فقري، انا مره خلصت 8 دقائق ما شاء الله حق الرقبه. مو هي مو 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 سباق بس ربك سهله. ايه الحمد لله. انا جدا حذر بالاجراءات لما اسويها وايد دقيق واخذ الزوايا من كذا صور، يعني انا كاني قاعد اسوي حق نفسي. سونار للظهر، سونار واشعه، ويعني نستخدم كذا طريقه عشان نوصل حق اعلى مستوى الامان، لان في شغلات تبين بالسونار وفي شغلات تبين بالاشعه. لما كل مره نشوف اكثر شيء يتم طلبه يقول لك والله سوي لي MRI اشعه مغناطيسيه، شنو اهميتها؟ زين انا اسمي الرنين المغناطيسي هو الكاذب الاكبر. نعم الرنين المغناطيسي MRI هو الكاذب الاكبر. الكاذب الكاذب الاكثر. زين ليش الكاذب اكبر؟ لانه قد يعطيك مؤشرات انت مو فيك. ومساعة قلت مثال، اذا عندك 4 ديسكات هي 4 ديسكات قديمه وانت عندك الم حاد تو صار، فواحد فيهم مسوي مشكله. فاذا الدكتور شاف الرنين فقط، هذا خاصه هذا وجه هذا المعلومه حق اللي الناس تدزها حق العلاج بالخارج، يدز تقريره فقط لا غير. حلو الكلام؟ اي يدز حق الدكتور، فالدكتور هناك يحتاج عمليه وبراغي وقصه. زين انت سالته من متى العوار صار؟ وينه؟ وين شكله؟ شلون قاعد ينزل؟ في اسئله. فقد يكون علاج وايد بسيط لان الالم تو مبلش. فالرنين هو انا اسميه الكاذب الاكبر لانه قد يعطيك شغلات وايد مو صجيه في الوقت الحالي. زين هل نحتاجه؟ نعم نحتاجه. ما في مريض انا عالجه الا مسوي رنين مغناطيسي. صح. زين فنحتاجه عشان نستدل حق هذا. اي شغله ثانيه. انا على بالي يعني قاعد تشوفه وانت قاعد تسوي لي العمليه. لا هذا اشوفك تشوف شاشه عليها. اشوف اتاكد انه شو بسوي. اي. لان يفيد لي، انا عرفت ان هذا سبب مشكله. اي. زين فانا اركز على هذا الديسك فقط او هذا العصب فقط بدون الثانيين. زين مثلا شيء ثاني، انا عندي في عدد من المرضى بعيد الشر يصير عنده كسر بالظهر. شلون يبين؟ الاشعه العاديه والمقطعيه اللي يبين كسر لما الفقره تخفق تنكسر، وهذا يكون هذا مو شيء متقدم. الرنين يصيدها بدايه الكدمه قبل ما تخفق. يعني مثلا بالمقطعيه يبين واحده مكسوره زي النازله. الرنين يبين النازله هذه والثانيه اللي للحين ما نزلت. فرنين مفيد. زين بعيد الشر في بعض المرضى عندهم امراض سرطانيه منتشره. اي. زين هذا عنده حال عرج النسا الثاني نفس الحاله، لكن هذا سبب غير عن الثاني. فبالتالي الرنين شيء مهم، لكن لازم الدكتور يقارن عرض المريض في الرنين ويشوف هل متطابق ولا مو متطابق. في عندي سؤال براويك اياه، بس قبل هذا بذكركم بس الهاشتاج ليالي اندرسكور الكويت، ليالي اندرسكور الكويت، وحطوا سؤالكم حق دكتور عبد المحسن صحف. ما ادري اذا هالسؤال هذا شو اسمه، يقول هل يبي علاج الضعف العضلات في الجسم كيف؟ السؤال الثاني، هل هناك علاج للابهر؟ اي الابهر. الابهر اوكي. شنو هذا؟ زين ضعف العضلات شنو سببه؟ هل عضله معينه ضعفانه يعني ضعيفه فيها خلل؟ مثلا العصب الخامس مضغوط عليه الريل يصير سقوط بالقدم. نشوف شو السبب، هل السبب هو ضغط الديسك على العصب ولا شيء ثاني ونعالجه. اما اذا كان ضمور في كافه انحاء الجسم، قد يكون في اعتلال مرضي بالسنترال، يعني قد يكون من راسه في شيء لا قدر الله، قد يكون في بعض الشغلات المناعيه تصير بالانسان. فهذا سؤال وايد متشعب. اذا كان شيء محدد في مكان معين يراجعني، لكن اذا كان شيء يعني شامل جسم يراجع طبيب اعصاب. الدكتور تكلمت وايد عن الاشعه هذه وتداخليه وفائدتها، لابد ان في بعض العيوب لها. طبعاً. هل هناك عيوب للاشعه التداخليه؟ شوف انا يعني انا قبل ما تسوي اي اجراء لازم تعرف شنو الكومبليكيشن اللي متى تصير، اللي ممكن تصير فيه، يعني شنو الاثار الجانبيه. نعم، الاثار الجانبيه. ولازم تتعرف شلون تتعرف عليها اثناء حدوثها. زين
والأهم من هذا تعرف تتعامل معاه سواء أنت أو أن تحولها عك زميل حقك. فأنا لما أروح مؤتمرات أحرص أهم محاضرة عندي أحضرها اللي هو المشاكل اللي صارت مع الدكاترة الثانية عشان أتفاداها. نعم. زين. فأنا وايد مثل ما قلت لك حريص لما أشتغل حتى نوع الدواء كميته مكانه شكله اللي أستخدمه بحيث يعطي حيز الأمان الكامل. زين. الأشعة الداخلية قد تفشل، نعم قد تفشل حالة حالة أي عملية. نعم. العمليات الكبرى قد تفشل، يسمونها فيلد باك سندروم. نعم. تخيل تحط براغي وتفشل. زين. التداخلية قد تفشل، بس هو الحيز ماله حلو لأنه ما في جرح، ما في دخول، احتمال تفشل. وأنا حريص إني يعني أنقل الحالات اللي في منها رجع. زين. الحالات اللي صعبة حولها حق أو اللي ما تنفع معها حولها حق زملائي في الجراحة العامة. في عندي سؤال أبو أحمد يقول هل ممكن يكون معاي ديسك بدون ألم أو فقدان توازن وضعف الأطراف السفلية؟ إنزين الديسك عشان يسوي مشكلة لازم في تسلسل. إنزين لازم أول شيء يبدأ بألم وبعدين قد يحس الإنسان بخدار وبعدين يحس في ضعف، هذا التسلسل المنطقي. أعطني التسلسل مرة ثانية. ألم شديد. ألم شديد وين؟ بالظهر أو بالريل. بالظهر أو بالريل. زين تقول ليش مرة يصير بالظهر ليش مرة يصير بالريل؟ على حسب مكان الديسك. إذا كان الديسك بالمنطقة الوسطى يصير ألم بالظهر وينزع الريل عادة أو بس بالظهر. إذا كان نص الديسك جانبي تحسه ساعات بس بريلك. زين. ألم مو خدور دكتور ها؟ ألم شديد إيه. زين. مو خدور. أكو ناس يقول لك والله نحس بخدور. في خدار ساعات إيه. مرات في خدار. طبعًا الخدار طبعًا يكون قد يكون مرحلة أعلى من الألم. الخدار معناته إنه مضغوط على العصب بشكل شنيع يعني. زين. بعدين يصير ضعف في العضلة. زين. فعشان كذي الشيء بالشيء يذكر هذه في حالة نادرة ونشرت بأكبر المجلات العلمية يسمونها Pain Medicine. هذه المجلة بومشاري ما تقبل الحالات اللي يسمونها كيس ريبورت إلا ما ندر. عشان ينشر لك حالة لازم تكون أنت مسوي استدي على 10,000 مثلا مريض عشان يقبل. حلو. فهالحالة اللي سويتها كانت حالة ضعف بدون ألم، أنا قلت لك في تسلسل. أي. هذا المريض عندي صار في سقوط بالقدم بدون ما يصير في ألم، وكان مقرر أن يسوون عملية في ظهره لأنه في ديسك في ظهره. أي. بس الديسك ما كان منطقي أن يسوي كذي، والمريض سألته كذا مرة هل في ألم؟ قال لي ما في ألم. المهم يعني لازم تسمع المريض عشان تعرف مو على كيفك تمشي اللي انت تبيه على المريض. ما تضبط يعني يصير مرات انه في ديسك لكن ما في الم. لا هذا شيء ثاني، هذا سؤاله. اي لا الحين هذا شنو المريض صار عنده. اي هذا المريض الله يسلمك كان عنده طبعا عصب يكون حسي عضلي. اي بعدين نزل على بعد الركبه صار حسي عضلي مفرقين. فكان في سيست او شيء ماي ضاغط على الجزء العضلي. سيست يعني شيء دهن. شيء ماي. زين ضاغط عليه على الجزء حين انفرق وصار كان العصب هو جزئين حسي وعضلي في نفس العصب بعدين صاروا تفرقوا. اللي تفرق منهم الجانب العضلي ضغط عليه بالضبط هذا. فشنو صار؟ صار سقوط بالقدم بدون ما يحس بألم. سويت له رنين لقيت في هذا السيست وسحبناه وسوينا تردد نابض والمريض رد. وهذه نشرت لأول مرة بالعالم ما شاء الله. والدكتوره اللي دكتوره عندريه كانت هي عندها مؤلف يسمونه البيرفيرال بيرنترافمنت يعني اعتلال الاعصاب الطرفيه. فدزت لي ايميل لان هي كانت مراجعه ريفيو مسويه حاجه. فقالت لي ذيس از غانا بي ان ماي سكند اديشن لان هي اول مره تنشر بالعالم. وهذه فلان شيء لطيف انه خلاص انه في قد يكون ضعف بدون هذا، بس هذه حاله نادره لا تعمم. انزين نرجع على اجابه السؤال المساء اللي ساله شنو هي، لان في عندي سؤال بعده. قلنا اذا كان السبب يقول لك ألم نادرا قد الديسك عاده يسوي الم. يسوي الم. اي عاده. اوكي. طيب في عندي سؤال يقول هل الاشعه الداخليه تعالج او تفتح الشرايين المسكره؟ اي هذا الجزء الثاني من التخصص وانا ما اشتغل فيه، اشتغل فيه ببدايتي بعدين خلاص تركته. أي. اللي هو الشرايين، نعم في بعض يسمونه ستنت يحطون شرايين او شو يسمونه دعامات وقد تفتح الشرايين. دكتور عندنا دكاتره وايد في هذا المجال ولا يعني عدد محدود او ان الاجهزه اللي تستخدم محدوده؟ والله شوف الحين كتخصص هذا وايد قليلين. يعني الكويت والخليج محتاجين يعني. أنا يوني من برا الكويت وايد. زين والله. إي والله. و يعني
كل يعني تقريبا كل مره عندي لسته عمليات لازم فيها من خارج الكويت. زين التخصص نادر جميل زين لان الانسان ما في ما تشقق الانسان ما في صحيح شايف وانا قاعد اسولف على فكره ترى الديسك نفسه ما في احساس مثل الشعر والاظافر فانت لما تشيل الديسك هو ما يحس فيه الانسان الديسك نفسه الماده الهاميه اللي تطلع برا هو تهيج العصب ويسوي الالم فالتخصص جدا جميل الحين عاد في ليفلز عاد اذا انت تبصير مميز لازم تتعب نفسك وايد لان التخصص كثر مثل البحر مثل ما هذا في دورات وفي يعني شغلات وايد متطوره. دكتور علاج الالم المزمن في اصابه الضفيره العرضيه في اليد شنو انا اول ما اعرف قلت الحين المشكله كلام بالعربي ساعات يكون يعني مترجم يعني اذا كان قصد اليد في بعض الاعصاب الطرفيه يعني اعصاب الحين هي عصب رئيسي بس يتفرع شيرون ثلاثه باليد في واحد منهم يعطي حق ثلاث اصابع ونص وواحد منهم يعطي سبع ونص وواحد منهم يعطي من ورا اوكي فاذا كان في ضعف هنا بالثلاث اصابع هذيل في تنميل عاده في عصب هنا في السابق كان يسوون عمليه ليل يوم هذا يسوون عمليه لتسليك العصب هذا زين العصب هذا الحين قمنا نسوي الاجراء هذا بدون عمليه نشوف السونار ونحقن حوالين العصب بالسونار ويفتح معنا الاجراء يطول يمكن دقيقه ونص العصب اللي بالايد اي اي شو تسوي له هو عاده الاعصاب يمرون في بين الاوتار زين ومكان ضيق فنتيجه التهاب واحد من الاوتار منهم يلصق العصب في الوتر ساعات او ينسجل حوالينا فاحنا نشوفه بالسونار يبين معي انه ملتهب لانه يكبر زين فلما نحقن بالسونار اشوفه تحت الجلد يمكن ملي 2 ملي سطحي ونحقن حوالين العصب على الدائر كانك سويت العمليه بس انت مو بدون عمليه يتحرر العصب هذا اشوف انا ناس يعني ركزوا معي عدل اللي يبون اللي يسوون لهم مساج حق العصب مثلا هذا نفسه اللي انت قاعد تتكلم عنه لا هاي ابره تدش تحت الجلد داخل اي لا اكو بعضهم يقول لك انا اسوي مساج حق العصب هذا نفسه لا لا مو نفسه لا مختلف لا مختلف لا طيب. هذا اجراء طبي الصداع شلون تعالجون الصداع؟ انا اكو ناس اعرف يقول والله بوتوكس اي فما ما ادري يعني البوتوكس يعالج رد الفعل وليس الفعل رد الفعل وليس الفعل الفعل عاده يكون بالرقبه او الراس زين؟ اي الحين طبعا في 200 نوع من الصداع في العنقودي ويعني كلاستر هيديك ويعني انواع وايده المهم تتداخل بينها بس في 20% من الصداع المزمن سببه الرقبه زين شلون اعرف في مؤشرات وايده يكون ديسك عالي في عندك التهاب المفاصل تسوي الم خلفي ولا جانبي فهذا يا نسوي له قسطره يا نسوي تردد نابض وفي ناس يروح من الصداع نهائيا بس بعلاج شنو؟ بالقسطره او التردد النابض قسطره؟ اي قسطره وين تسوي القسطره؟ القسطره ندخلها في اسفل الظهر ونستدرجها في منطقه دهنيه زين ليش اسفل الظهر؟ لان اسفل الظهر شوي شوي علي دكتور الله يخليك لان نعرف ناس وايد فيهم هالصداع هذا عشان يكون واضح شنو انت قاعد تقول لهم القسطره من وين؟ تدخل من الظهر؟ من اسفل الظهر من اسفل الظهر اي مثل ابره الولاده ليش اسفل الظهر سووا لنا ما في نخاع شوكي طيب الاجراء ما يخوف مجرد ما دشينا داخل ندش في منطقه دهنيه بالاشعه زين الاجراء ما ندش دقائق حلو الكلام دشينا خلاص صار هاي واي زين التخطي السريع الى الرقبه ندخل قسطره نستدرج الى الرقبه وانت واحنا قاعد نسولف تمام زين فاثناء ما نوصل لعصب الصداع العلوي اللي هو العصب الثاني من داخل اذا احيانا واحنا ماشيين نكون في التصاقات والتصاقات من للاسف ما تبين من الرنين عشان كذا قاعد اقول لك الرنين هو كان الكاذب الاكبر ممكن يقول لك شغلات موجوده بس هي مو مسوي شيء وشغلات مو موجوده بس مسوي شيء نعم زين فالقسطره تصيدها لما ندش داخل يكون في شيء لاصق ما تمشي يمين يسار يمين يسار تطوف لما تطوف يعني الصاغات فتشت ونسوي تردد نابض دبدبات نهدي الاعصاب ونحقن مضادات التهاب ونطلع وهذا كله بنج موضعي عاده يطول قلت لك ربع ساعه 20 دقيقه وهذا ينهي الصداع؟ في ناس ينهيه النسبه ايش كثر والله شوف يعني. في علم الالم ماكو شيء اسمه 1+1 يساوي 2 نهائيا حتى لو تشابهت الاعراض عندي انا اعطيك مثال مريضين في منتصف العمر واثنيناتهم عندهم صداع 20 سنه سويت لهم نفس الاجراء الاولى راح منها نهائيا الثانيه تحسن يمكن 10% اي نعم زين ليش ما تدري يعني 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 شنو خلى هذه احسن من هذه اثنيناتهم يرنين ما انا ممتاز زينين قد يكون سبب ثاني خارجي قد يكون سبب مثلا مو من رقبته
ففي ناس يستفيدون بشكل كبير يعني. طبعا هذه طرق من طرق علاج الصداع. فابو احمد انت قاعد تقول ان اللي قاعد يحقنون بوتوكس هو ما هو غلط، ما هو غلط، ولكن هو قاعد يعالج شيء ولكن ما يعالج الاساس. اي لان عندك التهاب بالمفصل والعصب يضغط يشد العضلات اللي هذه، من ضمنها الابهر اللي قالت عنه الاخت او الاخو. نعم زين، الابهر هو عباره عن الم منطقه الخلفيه. ليش يصير؟ لان في عصب او مفصل شاد وشد معه، فلما العصب اعالج العصب والمفصل المفروض يخف معه. في سؤال، مؤلمه العمليه هذه؟ لا لا، يعني مريحه جدا يعني. وكم تطول القسطره؟ عاده من ربع ساعه ل 20 دقيقه بس وصاحي واعي، خلصت تروح سوق سياره تروح البيت. في ناس يروحون المطار مع السلامه حق الصداع. في ناس اي مع السلامه، في ناس يرد عليهم بعد فتره، بس نقدر نعيدها مره ثانيه. اي نعم، او اعيدها بطريقه ثانيه. اتمنى اسمعوا واستوعبوا هذا الشيء. في عندي سؤال، سؤال شويه طويل، بس دكتور بناخذ الشق الاول بعدين الشق الثاني. انزين، هل في اشعه شامله للجسم او اجراء يكشف وجود اي ضرر في اوتار او اعصاب الجسم؟ هذا اول فقره، تجاوبني على هذه اول. ماكو شيء شامل يعني، احنا دائما يعني اقول لك مثلا الغده الدرقيه احسن شيء حق السونار. اي تسوي رنين ما يكون واضح. نعم. مثلا الماموغرام حق الصدر. صحيح. الظهر الامراي، فعلى حسب كل شيء شنو في احسن شيء حقه. اوكي، نروح حق السؤال الثاني لو سمحتوا. اذا يوجد كسر او نزله في فقره من فقرات الظهر مثل ما قال الدكتور، يوجد الم شديد، هل يمكن الدكتور يعالجها وكيف؟ زين، يعتمد الحين على الفئه العمريه ومتى صار الكسر. يعني انا اليوم عندي مريضتين فيهم كسر، واحده تحتاج اسمنت طبي. اي الثانية ما تحتاج ولا شيء. على أي أساس؟ العمر. إذا كان صغير بالسن عادة الكسر إذا كان ثابت وليس مضاعف عادة يلحب نفسه. وحتى أنا الميدل إيج قبل ما أسوي عملية الكسر إذا أنا شاك أسوي فحص الهشاشة. إذا فحص الهشاشة ماله كان زين أعطيه فرصة، بس على شرط إنه يرتاح ما يتحرك، لأن هذا انكسر ممكن ينكسر زيادة يخفق، وإذا خفق زيادة يكون علاجه أصعب. اللي عنده هشاشه شديده لا، من اول شيء نسوي شيء اسمه حقنه اسمنتيه، طبعا تحت التقدير الموضوعي. واحنا قاعد نسولف مع العقيد نحقن ظهره وبعدين نحقن اسمنت داخل الظهر، والاسمنت يثبت خلال ساعات. دور الهشاشه يمكن عند النساء اكثر، خاصه بالنسبه للنساء اللي بعد قطاع الدوره. ممكن علاجهم في هذه الحاله او مساعدتهم في الهشاشه هذه؟ هو طبعا مساعدتهم ياخذ في ابر ياخذونها كل 6 اشهر عشان الهشاشه، او فيتامين د او كالسيوم، هذا وقائي. نعم. بس ساعات ناس حتى مع الهشاشه عندهم عرضه عاليه للكسور، او واحد طايح مثلا. طايح صح من درايين. اي ينكسر ظهره، وساعات مو واحده، ساعات ينكسر 3 ولا 4. انا في مره مريض سويت 4 فقرات نفس الجلسه مكسورين. زين، وكله بنج موضعي اسمنت طبي على الفقرات، والامور ما احلى. طبعا انا عندي في فئات عمريه، في ناس تقول انا ابوي عمره 70 سنه، عمي انا سويت حق فوق 90 سنه. زين، فالفئه العمريه ما هي مشكله، مشكله الصحه المرضيه مالت المريض، ولا على مسيلات ولا ما ياخذ مسيلات. في عندي سؤال حق طفل عمره 6 سنوات. لحظه، مشاكل عضله عاد ما اعرف اقولها. البيرفورمس الكمثريه هاي. بيرفورمس؟ اي تنفع معها التداخلية؟ أول سؤال، تدفع معها التداخلية قاعد يقول؟ اي بس هذا إذا كانت السبب. إذا كانت السبب. اي اوكي. السؤال الثاني يقول هل في علاج لالتواء الحوض عند الأطفال، علما أن الطفل عمره 6 سنوات ويمشي بس القدم تلف لبرا وهو يمشي؟ لا، هذا لازم يكون عنده، يمكن قد يكون عنده مشكلة بالمفصل مال الحوض. اي فهذا يكون عظام مو عندنا. اوكي، نعطيك بريك نريحك، وايد هجمنا عليك بالأسئلة. في عندنا تقرير، في عندنا تقرير بنشوفه بعدين بنرجع مع دكتور عبد المحسن الصحافي. اللي عنده أسئلة ترى باقي لنا ربع ساعة وياه على الهواء. هاشتاج ليالي أندرسكور الكويت، وحطوا الأسئلة حق دكتور عبد المحسن، رادين لكم، خلكم معنا.
الخدمات والعناية اللي وصلت لها. مساكم الله بالخير وحياكم الله في ليالي الكويت. معنا دكتور عبد المحسن الصحاف واحمد. طبعا قاعد نتكلم عن امور كثيره. الان بنتكلم عن كسور العمود الفقري واثر التاخر بالعلاج. طبعا التشخيص المبكر هو اهم شيء. يعني يوني مرضى يستنكرون ساعات، يكون مثلا مو طايح، يعني سواء كان اجراء بسيط وحس بألم شديد. أنا يعني الألم يكون قاسي وقاتل وفجأة عادة يكون كسر، زين إذا كان كبير بالسن. فبعد الرنين نتأكد إن شاء الله نقول ما في شيء، بس إذا كان كلام صحيح والمريض عنده هشاشة يفضل استخدام الإجراء هو التدخل بالإسمنت الطبي بنج موضعي. طبعا الإجراء بدون فتح ما في جراحة، المريض واعي عادة يكون، أو يبي بنج خفيف مو مشكلة. والإجراء ومن ثاني يوم عادة يحس بكأنه ما في شيء. قبل كان يلبس الحزام لمدة أشهر، تخيل أشهر أنت قاعد بالفراش ما ألم، وخلال ساعة أو خلال يمكن ربع ساعة 20 دقيقة أنت تشافه. صحيح. فرق كبير. صح. طبعا صح. دشوا أسئلة الأوتار مرة ثانية. يقول محمد عندي قطع كلي في 3 أوتار الكتف، هل يمكن علاجه بالأشعة التداخلية؟ لا، القطع الكلي خلاص يتحول جراحة. وهل الجراحة شو يصير بالجراحة؟ يتحول جراحة لازم، يعني شو يسوون؟ يحاول يخيطونهم. اي نعم، يقدرون يعني يصير. قلت لك في حالات معينه اذا كان ما في ضمور. أي. اذا كان الوتر مو بعيد، يعني في حالات، هذا طبعا راي الدكتور يعني على حسب الفئه العمريه، بس هو الله اعطاك 4 أوتار بالكتف، اذا انقطع واحد في 3 بدالهم يعني راح تقدر ترفع ايدك حتى لو مقطوع وتر كله كامل، حتى لو مقطوع 3 أوتار. اي شنو الاعراض اللي يعاني منها هو؟ الم شديد وصعوبه برفع الايد. زي. طيب انا كم وتر كان عندي؟ لا كان انت مغطى، كان التهاب الوتر. التهاب. هم الالتهاب كذي يسوي؟ يسوي الم اكثر من القطع ساعات. والله؟ اي طبعا. خلع الكتف دكتور. أي. ياثر على الاوتار وياثر على لا على عظمه الكتف. على عظمه ما يصير في شد بالنسبه للوتر. لا العظمه تطلع بطريقه معينه بالضبط. تضرب زين يسمونها. هذا عندنا اصابات ملاعب بشكل كبير تصير هذه. في هلساك يسمونه الصعروره. زين العظمه مدوره يصير فيها كدمه. زين بس اذا ردت خلاص يعني يظل الكدمه. بس ما يشد الوتر. لا 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 الوتر ما له شغل. هذه عمليه غير طبعا عند جراحين اخواننا. إيه بس إيه. انا ما مو تخصص يعني. دكتور اكو شغله يعني تفضلت ان الاشعه التداخليه تعالج كثير من الامراض. طبعا. يعني اليوم ما يحتاج الانسان فتح ما فتحه، يعني كان اول مثل علاج الركبه يفتح الركبه وتالي صار المنظار. هل الأشعة التداخلية هذه الحين تقوم بهذا المقام بحيث أن أجري حتى العمليات مثل ما تفضلت للظهر للرأس بدون فتح؟ نعم. فقللت شلون هذه الناس الحين اللي يبيعون يصيدون السمك يصيدون الشماهي ويبيعونه ب 600-700 دينار حق خياطة الجروح؟ أي. ما راح يستخدمون هذا يعني لكل حادث حديث، يعني في بعض المرضى يحتاجون عمليات. نعم. مثل ما قلت لك فئه كبيره من المرضى يحتاج يعني يستفيدوا من تدخل الجراح البسيط. الحين يقول في فئه ما ينفع لها العمل يعني التدخل، هل انا اقبلها؟ في بعض الحالات اللي عمليا ما يقدرون يسوونها وعنده الم شديد، وفي حالات معقده يعني زملائي لما يدزون لي حالات تكون حالات يعني وايد شديده ومستحيله في بعض الحالات. طيب يعني مثل شنو دكتور؟ يعني على سبيل المثال مثل المريض عنده براغي والبراغي فلتانه طالعه وعنده بالظهر. اي بالظهر فالته. والمريض مثلا عنده انحناء بالعمود الفقري وما يقدر بنج عام وما يقدر ينام على بطنه وعنده الم شديد، شلون تعالجه؟ هذا مفروض عمليه وما يقدر يسوي عمليه، فتحاول كثر ما تقدر. زين تسوي قسطره تردد نابض ضبر، وسبحان الله في ناس يصيرون زينين على غير متوقع. يمكن انا سويت شيء زين لكن في مقاييس البشر
هذا المريض المفروض ما يتشافى ويصير الالم كله يروح. سبحان الله. زين ففي شيء توفيق من الله في بعض الحالات عشان المريض يتشافى. فهذه طبعا هذا بعد الاتفاق بيني وبين زملائي، يعني انا ما اشتغل بروحي، يعني في حالات لازم نناقش فيها سواء انا احول عليه الحالات او هو يحول عليه الحالات، لان احنا بالاخير نكمل بعض. صحيح. عندي سؤال يقول عند تجلطات صغيرة بأعلى الرأس صار معاي ورم صغير بعدها سبب لي صداع مزمن مع خدور بالطرف الأيمن من الرأس إلى القدم. طبعا هذا إصابات المخ هذه صعب علاجه لأنه يصير ضمور بالأنسجة العصبية، فهذه يعني ما يفيد معها إلا العلاجات الدوائية والعلاج الطبيعي. أما إذا صار في شيء مركزي ما أقدر أعالجه. عندك ما شاء الله براءات اختراعات وجوائز كثيرة، كلمنا عنها. شوف الطموح حلو، انا يعني هذه طبعا رساله حق الشباب ان شاء الله في كل التخصصات. في شغلي انت لما تشتغل بشيء لازم تحاول تسوي في شغلات ناقصه عندك ما مو قادر تكمل او مو قادر تصير بالطريقه اللي انت تبيها. فساعات لان تشتغل حالات وايد تودك تسهل، ففكرت في كذا شغله من ضمنها واحده اللي هو اكسريستك اللي حصلت عليها براءه اختراعات من امريكا ومن اوروبا. وبس كذي صار مؤتمر الاختراعات في الشرق الاوسط، وفي جائزتين كمار وجائزه ايفا من بريطانيا، يعني هو جائزه واحده، وفي جائزه ثانيه انا يعني كان شيء يعني يومها كان غريب. هذا هو شيء اول مره ادري عنه. الحين بالمؤتمرات او الجوائز نادوا حق اسامي الميداليات البرونزيه ونادوهم خلصوا كلهم، بعدين نادوا حق الجوائز الفضيه ووزعوهم، بعدين نادوا الجوائز الذهبيه وزعوهم ما قال اسمي، يعني انا المفروض ان كنت مسوي شيء زين. طلع في شيء اسمه ميداليه ذهبيه مع مرتبه الشرف، هي واحده شيء اعلى. اي بعدين كان نادوا اسمي ما شاء الله. يعني الحمد لله استانست فاجأت. عن شنو كانت؟ عن الاستخدام، احنا عشان نحدد مكان دخول الابره في جسم الانسان هذا اهم شيء، زاويه الدخول. اذا دخلت عدل سهل عليك الاجراء كله يصير بدقائق. اذا كان اجراء صعب زين معناته انه كان يعني راح طول ساعه ولا راح توصل حق الاجراء. فهذا تحدد مكان دخول الابره عن طريق الاشعه بدون ما يحوش اشعاع، ويعني اشعاع يكون قليل حقك وحق المريض يعني زين. فالحمد لله. وعلى اثرها نادوني في جامعه مانشستر. انا شفتك تدرب اطباء على الاختراع مالك. اتابعك شفتك قاعد تدربهم اطباء واقفين يطالعون. هذا شق ثاني بعد. هذا بس شيء بذكر في مانشستر، جامعه مانشستر سويت محاضره من ضمن الناس اللي عن براءه اختراع في الدين مالها كان موجود. اي نعم. فكان المحاضره لطيفه بسياق عملي ودخلت في هذا. بالنسبه حق التدريب يعني في المؤسسه العالميه للالم هي اكبر مؤسسه لتدريب واختبار الاطباء بالعالم في الالم، وهي شقين، فالشق يسوون عمليات بالاشعه وشق بالسونار. ولان الحاصلين على شهاده السونار بالذات انا رقم بالعالم 27 اللي حصل. ما شاء الله. زين ترى اول مره اعرف هالمعلومه منك. رقمك 27 عالميا بالعالم، يعني اللي خدر ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. فكوني انا رقمي هذا ففي ندره بالمختبرين فاللي يختبرون الدكاتره. فانا الحين مثلا ان شاء الله نهايه الشهر هذا رايح بودابست هنغاريا عشان امتحن الدكاتره في كافه انحاء العالم في زماله الالم في شقيها السونار والاشعه. وان شاء الله في شهر 10 بروح تركيا في انطاليا عشان امتحن ايضا، وفي طبعا كل سير بامريكا وفي قبلها في نذرلاند، فكل كل فتره تسيرها. وهذا شيء زين، هذا يعني قد يكون دافع يعني ساعة، يعني اوقات كثير انا اكون العربي الوحيد اللي وياهم. زين ف يعني المفروض ان الشباب يشدون حيلهم شويه ويحاول يسوي اختبارات ويتعلم عشان يعني يفيد الناس ويستفيد. والشيء الحلو لما اروح هناك لو تلاحظ في بعض الصور تلقى وايد دكاتره ملتمين، يعني كبار وصغار وهذا، لان اعطيه شيء كلينيكال يعني من صلب الواقع. مو كتاب انا قاعد ادرسه، لا قاعد اعطيك شيء عملي قاعد اشوفه كل يوم وشلون اسهل لك استخدامه. فعلى قولته اي كاتشنج، وسويت مثلا محاضره مثلا في مصر مثلا الدكاتره كلهم كبار استانسوا، لان مثلا من ضمن المحاضرات كانت شلون تقارن الفحص السريري بالرنين. احنا
قلت لك التقرير كاذب الاكبر مو تمشي على التقرير. فكانت المحاضره جميله، كل الناس مستانسه، محاضره على الحالات النادره، حالات ما تشوفها زين. بس هذا ما ينفع اقوله حق الناس، لان طيب. الناس يعني ما تبي الشغلات العلميه. عندي اخر سؤال وراح نختم الحلقه، شنو علاج الام كتف الرجل قصده لمريض السكر؟ شوف مريض السكر حاله حال اي مريض. اي هو يصير في الناس في عبالهم ان السكر له خصوصيه، لا. في المرضى السكر حالهم حال الثاني، اليوم عندي كان مريض سكر وعنده الم كتف وسويت تبع. فهو ما له علاقه بالسكر. ما له علاقه. امون على سعود باخذنا دقيقتين. تمون طالع. امون عليه. تمون فعليك. دكتور احنا شوف كثير من اللاعبين ياخذون وقت لما يسوي عمليه الركبه اللي هو غضروف او 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 القطع في الرباط الصليبي ايا كان، بواسطه الاشعه ممكن نسوي العمليه هذه مثل ما قلت بوقت قصير ويرجع اللاعب بوقت اسرع؟ الحين السؤال، هل الالم ماله سبب الغضروف اصلا ولا سبب شيء ثاني؟ لا هو قطع الغضروف، قطع الرباط حتى لو قطع غضروف. إيه؟ هل الحين لو تسوي حق الرجل الثاني راح تلقى فيه قطع غضروف يمكن وما تشتكي منه. فاحنا قاعد نعالج الشغلات اللي تسبب الالم. انا عندي اعطيك مثال عشان وقتكم يسمح. عندي مريض سوى عمليه في ركبته، من يومها هذه ركبته خدران ما يقدر يفردها، والدكتور سوى شيء زين يعني ما هو شيء غلط، بس من يومها ما يحس فيها. كان عنده التهاب بالعصب، بس انا سويت له ابره وراح منه كل نفس اللحظه فتح. فمو شرط الم الغضروف يسوي الم. هذا السؤال عشان عندنا كثر من اللاعبين، وانت انسان رياضي وتعرف يعني لاعبيننا للاسف قاعد يروح منهم وقت طويل باجراء عمليه، ويعني الحين افضل يمكن منظار يعني مو فتح مثل الاول. انا اعطيك شيء ثاني. تفضل. عندي مريض نفسي رياضي وعنده مشكله بركبته، سوى منظار وسوى طق ابره بالركبه وسوى بلازما ولا صار زين. شنو طلع مشكله؟ طلع عنده كلس تحت الوتر مال الصابونه. مشكله الكلس برانين لونه اسود والاوتار والحوالين لونه ايضا اسود، فما شاف الدكتور. فبالسونار شفته، سويت له حاولت افتت الكلس وصار زين، مع انه مسوي منظار. عندنا مستشفياتنا وايده ما شاء الله تبارك الرحمن، عندنا دكاتره قادرين يقومون في هذا الدور ولا احنا عدد قليل؟ احنا عددنا قليل زين. دراسه تاخذ وقت طويل دكتور؟ هي شوف هي يسمونها يعني انت لازم تتعب على نفسك. اي تتعب ما يخالف، بس قدر تاخذ وقت يعني. هو التخصص كامتحان يمكن ياخذ سنه سنتين، لكن انت هذا احنا ما اقول لك لو عندك سياده او رخصه قياده سياره. أي. بس هل انت تعرف السوق زين ولا ما تعرف السوق زين؟ هل انت تعرف ما تسوي حادث لا قدر الله؟ نعم. زين، فهذه رخصه اهلك انك تسوي الاجراء. صحيح. بس عشان تصير مميز فيه تسوي هذا لا، لازم لازم تلف عاد. مشكور دكتور، استمتعنا بالحديث وياك. وباكر يا جماعه نذكركم ان باكر الحلقه هذه تتم اعادتها الساعه 1 الظهر على تلفزيون الكويت حق الاطافه، اللقاء مع دكتور عبد المحسن الصحاف تقدرون تسمعونه. الغرض من الحلقات احيانا يا جماعه ان لما نشوف ان هناك اوضاع جدا مرات تصير سلبيه نعطيكم ايجابيه تاخذكم شويه في حدود مختلفه. فاليوم جبنا لكم ما شاء الله شباب شفتوا ايجابيه مختلفه، ويبنى لكم دكتور عبد المحسن دكتور كويتي وصل على يعني رقم 27 في العالم وإنجاز كويتي كبير، وشفتوا طريقة علاجه بالنمط الجديد الطب الحديث. فشغلات إيجابية هاي دائما نخليها في بالنا ونحطها قدام عيوننا علشان نعرف النعم الكثيرة اللي موجودة عندنا في دولة الكويت. لين نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، نشوفكم على خير، في أمان الله.